هي رسالة خاصة إلى وزارة الداخلية. أخونا الفريق سليمان فهد يانا هذا التقرير، تقرير خطير. عنوانيتات، هل هي مسروقة؟ هل يتم استخدامها في التجحيص والأمور هذه والفوضى؟ قاعد يستخدمونها ويقطونها في بر كبد. روحوا اطلعوا عليها، استعلموا عليها، شوفوا من لها السيارات وعلى شنو يستخدمونها. رسالة، رسالة، شوفوا شو الموضوع، السيارات اللي والعنوانيتات في بر كبد. أعطوني التقرير. صباحك الله بالخير أبو محمد الملا. هذا في منطقة شبد صوب الأواخير، هذه السيارات مهملة من زمان، سيارات تنقط هني بعد الوصلة استعراض والاستهتار في شبد. وهذه السيارة الثانية طبعا الوانيتات هذه مقطوطة، بس يستعرضون يقطون هذه، ما أدري هي مبيوقة لا. وهذه السيارة الثالثة موجودة، يا ريت يعني أنا يعني عارف إن اللي هو إبراهيم الطراح نشيط بهالمواضيع هذه، يا ريت يشوفون الداخلية هل السيارات هذه مسروقة ولا لا. هذا التقرير مهم ومرسل إلى وزارة الداخلية للاطلاع على هالوانيتات المقطوطة في بر كبد. آخر تقرير أعزائي المشاهدين راح